محتوى الرسم بخط مهشر تمثل الروابط الواقعة أمام الرسم بخط مملوء. نعيد، تمثل الروابط الواقعة في مستوى الرسم بخطوط عادية أي خط مستمر. تمثل الخطوط أو الروابط الواقعة خلف مستوى الرسم بخط مهشر. تمثل الروابط الواقعة أمام الرسم بخط مملوء. لاحظ معي المثال التالي. لاحظ جيدا أن تمثيل كرام يشبه إلى حد كبير تمثيل جليسبي، لكن يختلفان في تمثيل الروابط فقط، حيث الروابط الموجودة في مستوى الرسم تكون بخط مستمر، الروابط الموجودة خلف